أما هذا السؤال الذي ذكرته من أن قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك آخر آية في سورة الإسراء هل تسمى بآية العز؟ ورد عند أحمد أنها آية العز، وورد عند الطبراني أنها تقرأ بعد الصلاة المفروضة، لكنهما حديثان ضعيفان لا يصحان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والعز هنا إما أن الإنسان يتقوى بذلك كما قال بعض الشراح، أو أنه يكون بمثابة العزاء له فيما لو أنه أصيب بمصيبة أو اهتم بهم، لكنه حديث لا يصح.